واو التليفوناوي. اذا الاخوان التليفوناوي مباشره من نواحي تيداس كنتواجدوا مع مصطفى الاخوان. هذا هو مصطفى. اجي اجي. اخويا هذا هو مصطفى اللي مشاو له اربعه ديال البهيمه الاخوان وبقره مشات له باقي الان يعني ما لقاهاش. خليكم معنا الاخوان. هذا السيد هذا طال معاشو يعني راعي الغنم في الاطلس. ها هو مصطفى كما كتشاهدوا متابعين الكرام على المباشر. يعني هذا هو مصطفى الاخوان. الصوت صوت الاخوان واش مزيان؟ اسمع لي اخويا الوحش هذا السيد. بلاتي نشوفوا غير الصوت واش مزيان. الاخوان كنتواجدوا الان في جبال الاطلس المتوسط. يعني كنتواجدوا مع مصطفى اللي مشات له بقره اللي هجم له ذاك الوحش والبارح نهار الحد ياك في الليل مع الوحده ديال الليل. اجي عندك النمره ياك التليفون. واخ الاخوان كلشي بارطاجي هذا البث المباشر. عطيونا الصوت الاخوان. الصوت الصوت الله يخليكم. الصوت واش مزيان؟ الصوت اخوان الصوت الله يخليكم. هانتوما الاخوان فين كنتواجدوا الان؟ في جبال الاطلس كنتواجدوا مع مصطفى. هذا اخوان كنتمنى كلشي بارطاجي. شوف الاخوان هذا مسكين غير راعي الغنم. هانتوما هذا السيد مشى لي التليفون. هذا التليفون ديال الزوجه ديالو. هذا التليفون ديال الزوجه ديالو طاح لي التليفون. مشاو له جوج بهيمات واخا مصطفى. اربعه د البهايم مشاو ليا وبقره 24 د البهايم. شد مصطفى. تعاود للناس بعدا تعاود للناس شنو وقع لك ديك الليله. انا اخويا ديك الليله بس الصباح الاثنين وقع لي مشكله اخويا. بقيت انا بالناعس بالليل. انا واحد زيد الوحده د الليل وقع لي مشكل. نط اخويا لقيت الكلاب تينبحوا. نط لقيت قلت نقول اش هاد الشيء واش الديب واش حيت راه كاين الديب. نط اخويا شعلت البيل لقيت اخويا البهيم ديالي مكولين حدا الزريبه اربعه د المعزات ماتوا. لقيتهم كلاهم. كيفاش دار ليهم؟ عضهم من الراس وكلا لهم الذراع ديالهم. عضهم من الراس يعني ماشي من ماشي الماكله ديال الديب. انا عندي انا الحياه ديالي غير غابه. انا راه عارف الماكله ديال الديب وعارف ديال الضباع وعارف ديال الكلب وعارف. انا سيدي ماشي الماكله ديال الديب. هادي راه ديال شي الماكله ديال شي وحش. ديال شي وحش كبير. شي وحش ماشي شي وحش كبير. هذا وحش كبير اسيدي هذا. ومشات لي البقره هي تنقلب عليها الان. مازال ما لقيتهاش تنقلب عليها الان. البلاصه اللي مشينا كنقلبوا عليك فيها. مشينا تمايا لقينا واحد الريحه تما. يمكن اخويا تكون هي اللي قتل لي مقتوله تما. اللي قتل هذا الوحش تما. يقدر اخويا تكون هي اللي مقتوله تما. ماشي بعيده. اخوان كنعتذروا على انقطاع البث. كيفاش مصطفى قلتي؟ قلت لك اخويا انا البقره لحد الان تنقلب عليها. خليها هنا خلينا ما لقيتهاش اخويا. انت قلتي لي شميت حنا هبطنا في ديك الطريق في من رحلت. شمينا الريحه. انا غدا ان شاء الله غادي ندي معايا جوج الناس ولا هكاك. غادي نمشي نشوف ديك البليصه واش هي اللي ميته تما ولا شي حاجه اخرى. غدا ان شاء الله غادي نشوف هذاك الشيء. هذاك السبع هو المصيبه. تنطلب الاخوان واخا شنو تقول الناس المسؤولين دابا اللي كيشاهدوا. انت نطلب منهم يديروا الحيحه من على هذا الوحش هذا. يعني بلاتي الحيحه راه فيها الناس. يعني خصو يتجمعوا الناس القبيله كاملين يديروا واحد الحيحه يقلبوا على هذا الوحش هذا. واش سبع ولا واش سبع واش ضباع يخرج لنا من الناس من الغابات. الا سرحنا نسرحوا مرتاحين. اولادنا تنسافروا تنبقاو نمشيو للسوق. كدا نخليو غا الدراري الصغار يسرحوا مرتاحين. تمشي تبغي دابا غاتمشي للسوق يقول لي تقول الدري يسرح عليك. يقول لك راه كاين ضبع كاين سبع راه ما نسرحش انا. تبقى تدخلهم للزريبه تلقاو ترجع من السوق وكذا. وهذا دابا تنطلب المسؤولين اللي يعطيونا نديروا الحيحه لاصحاب القبيله باش نتهناو من هذا الوحش هذا. نبقاو هانيين دابا الليل. دابا تنخافوا تا بالليل نخرجوا بالليل اخويا. ما تنخافوا. واخا انت ساكن في الغابه نيت. انا يعني ساكن في الغابه. ساكن في الغابه كيفاش غادي تخرج؟ خويت من ديك الغابه فيها الوحش ديال الغابه هذه فيها الامان. هذه فيها الامان شويه يعني فيها. غطلع هذاك الريزو. هما الاخوان شوف فين غادي يطلع مسكين. شوف هذاك الريزو. اجي نطلعوا تما مصطفى. اجي نطلعوا تما. يعني غتمشي لذاك الريزو فين غتسكن؟ شوف الجبل فين ساكن انا. هذاك الوحش ما غا يعني ما غيطلعش. ما يقدرش يطلع في ما يقدرش يطلع ما يقدرش يطلع. شو يعني بعدا من غير راسك بعدا. من راسي ولا انا ولادي. انت دابا شوف فين كاينه فين كاينه السكنه. شوف نكحازوا شويه. اجي لهنا نجيو شويه هنا. اخوان كلشي بارطاجي هذا البث المباشره. الاخوان هذا السيد هذا راه خصو مساعده الاخوان. انت شوف فين ساكنه اخويا في الجبل. السكنه ديال الاستي هذيك راه كاينه من 1900
و40 ولا منين كاينه هذيك هذيك السكنه انا ساكن فيها دابا هادشي يلاه طلعتي ديال الله طلعت اخويا شي 3 ايام شحال سنه وانت تما في ديك الغابه انا فين وقع لك مشكل 5 سنين اخويا انا تما مدات 5 سنين انا تما ما عمر وقع لي بحال المشكل وقع لي هذه الخطره هذه قلتي لنا بلاتي مصطفى قلتي لنا في واحد اللحظه قلتي لنا هذيك الماكله ديال هذاك الوحش ماشي ديال الديب وماشي ديال الثعلب قلتي لنا حيت تقريبا مشات لك شحال شحال مره مشات 80 مشى لي 80 راس مدات 4 شهور مشات لي 80 راس شكون يقتلهم قتلهم الديب علاش ما نقولش هذيك الساعه نقول راه سباع ولا ضبع علاش ما نكذبش ديك الساعه نقطع الهضره من راسي نقول راه كاين سباع ولا كاين 80 وحده 80 راس 80 بهيمه شكون يقدر يصبر على هذا الشيء هذا شكون يقدر يصبر على 80 راس راه دير لي انت 10000 ريال للراس شو شحال فين غتخرج وهذيك هي المعيشه ديالك هذيك هي المعيشه ديالك ودابا شوف هكاك وانا عارف الديب هو اللي داير داك الشيء ودابا هاد الماكله ديال البهيمات اللي تكلوا ليا راه الوحش كبير اما سبع ولا ضبع شي حاجه غادي نشوف بعيني اخويا ما شتاش يعني قلتي الدروس ديالو الدروس ديالو غلا تقابي في الراس ديال المعزه كبار دوك الناب ديال هذاك الوحش كبير الناب ديال ذاك الوحش راه كبير اخوتي هاد الشيء وشده من الراس شده من الراس وتيجبدها تيجبدها لقيتهم برا المعيز في الزريبه خرجهم برا الماكله تيشدها من الراس من الديب تيشد اخوتي من هنا انا راه دايز عليا داك الشيء انا عارف الديب عارف العضه ديال الكلب وعارف العضه ديال الكلب وعارف العضه ديال الديب وعارف العضه ديال الوحش كبير راه باين واحد اللحظه اخرى قلتي لنا راه قلتي لنا الكلاب ملي شافوه بغاو يدخلوا عندك هذيك اللحظه فاش نط انا نطلع الزريبه ديالي نلقى الكلاب غادي يدخلوا عليا تيبقاو يدخلوا علينا خايفين مساكين بديك الريحه ديك الريحه ديال ذاك الوحش باغيين يدخلوا علينا يعني الكلاب ما كيخافوش من الحلوف ولا من الثعلب ما كيخافوش من الحلوف حتى ذاك الوحش تيخافوا من ديك الريحه ما عمرو ما شموها خافوا هذا الحلوف تيمشيو تينبحوه حداه ما تيخافوش منه كيفاش؟ الديب الحلوف تيخافوا ما تيخافوش تينبحوه حداه تيمشيو عنده ينبحوا حداه الضبع هذا الريحه ديالو كيخافوا الكلاب 100% كيخافوا منه بزاف يعني هذا وحش كبير هذا وحش كبير اما سبعة اخويا اما الضبع اما الله اعلم شنو ذاك العجب مع هاد الجانيت اللي كاينه دابا بوخيو بوخيو الدعايه هذا الشيء اللي سميتو راه السبع راه سمع ما تسبع راه داشرنا خوينا اخويا من تما هاد الشيء اللي كاين اخويا هو هذا جيتي باش نجري بالحياه ديالي جيت اخويا نغنمنع راسي ودوك البهيمات اللي بقاو ليا من الديب ومن ذاك الواعش وكذا وكذا مدة إلا حسبت لك أنا مدة 5 سنين دوزت تما أقسم لك يميني ما كذبت دابا كاع واش دابا اش غنطلب دابا والله إلا شفوك 200 بهيمة في مدة 5 سنين ما عمرك قلتيها وما عمري قلت هاد الهضرة علاش راه الديب هذاك يعني الديب عادي, عادي ماشي مشكل هانية وين هاد البهيمات هادو راه وحش كبير هاد 4 علاش دابا أنا قلت كنقول غير 4 البهايم والبقرة حيت راه عارف الوحش الكبير هو اللي دار المشكل هو اللي كاين والبقرة ما لقيتيهاش ما لقيتهاش لحد الآن ما لقيتهاش دابا مازال تنقلب عليها ما لقيتهاش يعني انت ضايع دابا داني ضايع في رزقي راه مشات شنو تقول لخوتك المغاربه اللي تنقول لهم اخويا يديروا حيحايه اخويا مع القبيله يعطيونا السلطه يدير الحيحه نجريو على هذا الحيوان هذا الوحش هذا يخرج لينا من هنا هادشي الصوت شوف ديالك واش جايه هيا جايه اخويا جايه كيفاش قلتي اخويا مصطفى؟ ديك اخويا يديروا الحيحات من الناس المسؤولين يعطيونا نديروا الحيحه صحاب القبيله يدير الحيحات خوي لنا الوحش هذا يمشي يعطينا اتساع باش نسرحوا على خاطرنا كتخافوا على وليداتكم على الغنم ديالكم الغنم اللي تنسرحوا غادي يخرج لي لا عندنا عاود يكمل لنا داك الشيء اللي بقى لا اله الا الله واخا اجي نكملوا عند الزوجه ديالك تما باش تعطينا التليفون باش الى كان شي واحد يتعاون معاك ولا شي حاجه قلتي دابا طيب هاد الهضره هادي ديال 200 بهيمه و80 80 مده 4 شهور 200 بهيمه مده 5 سنين ميتين بهيمة ديالي علاش من الرباح ما بقاش عندك الرباح؟ ما بقى عندي بوربح غير تناكل تنتقوت وصافي غدا ناكل واخا قلتي لنا شي واحد قال لك دير الشوكة لا كنا السيد القايد قال لك اسيدي غتمشي دير الشوكة راه دوك البهيم ديالي اللي يتكلوا باش يديو يصوروا دوك العضات دوك قابلي في الراس ديال البهيم انا اللي قطعت دوك قال لك زعما قصتي داك قصتي داك الدم راه غادي تصعر ايوا دابا حتى حنا خصنا الشوكه مصطفى راه قصتيني انت يعني دابا راه لا حول ولا قوه الا بالله واخا نجيو عند الزوجه ديالك باش تعطينا الشهاده حتى هي السلام عليكم لاله كي دايره بخير لاباس عليك بخير واخا ممكن تحكي لنا ديك الليله كيفاش عشتوا هذيك الليله انا بغيت نعيد ها في العيد بلاتي الحاج
كيفاش بقينا مخلوعين بحالاش؟ ودابا ما بقيتش انا وليت كندوز الغابه يوميا كنطلع فيها ونهبط مع الواد مع كل شيء. دابا ما بقيت زعمت نمشي حتى البلاصه. دابا وليتي كتخافي؟ دابا وليت كنخاف. دابا واخا يمشي رزقي كنسمح فيه. لا اله الا الله. مليت. واخا شنو تقولي الناس مسؤولين دابا اللي كيشاهدوك؟ الناس مسؤولين شنو تقولي لهم؟ كنطلبوا منهم يديروا الحيحان هاد الديب ولا ما نعرف شنو يقتلوه. واش هاد الوحش هذا كبير؟ هاد الوحش كبير. ما عمركم عشتوا بحال هاد الشيء هذا؟ ما عمرنا عشنا بحال هاد المشكل كاع حتى لهاد العام. ياك؟ حتى لهاد الشيء. لا اله الا الله. انتم الاخوان يعني شوفوا فين عايشين، شوفوا شوفوا مساكن، شوفوا شوفوا في الغابه، يعني في الغابه جاو باش يامنوا راسهم. يعني قلتي واخا عطينا نمره التليفون ديالك الا كان شي محسن يتعاون معكم على هاد البهيمات اللي مشاو لكم. اشنو اللي مشى لكم دابا؟ نمره انا ما خاريه ما والو. شنو اللي مشى لكم انتوما دابا؟ شنو مشاو؟ اربعه د المعزات والبقره. اربعه د المعزات والبقره. البقره ما لقيتوهاش؟ لا ما لقيناهاش. ياك ما يكون سرقها شي واحد شي شفار ولا؟ لا 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 ما كاينش. لا الثقه تامه عندنا حنا. ياك ما يكونش سرقها شي واحد ولا؟ لا. شحال جبد النمره؟ الله يحفظك. اجا مصطفى اجي عندنا اجي. ها انتوما ها راه سي يكون السبع اللي كلا هذا الوحش هو اللي كلاها. ياك هو اللي كلاها ولا سميتو ولا الضبع هذاك السبع ولا الضبع هو اللي كلاها. ولكن ما لقيتيش الارضي الاطار ديالها؟ غادي نلقى غادي مازال قلنا غادي مده ثلاث ايام هذه مازال كنقلب غادي نجبدها. يعني الغابه كبيره؟ الغابه كبيره انا ما تحدى واخا تقلب 15 يوم ما تحداش. لا الا راه شاده الغابه من هنا 15 يوم ما تحدش ديك الغابه. غابه كبيره؟ غابه كبيره. شي بلايص والله شي بلايص ما تيدوزهمش بنادم على مده الحياه ديالي مع شي بلايص ما تيدوزهمش. الا شي الا الوحش؟ الا ذاك الوحش. علاش دخل ذاك الوحش؟ راه هذيك الغابه كبيره. لا فين كيعيش ذاك الوحش؟ سبع ولا الضبع فين كيعيش؟ راه كيعيش في اعماق الغابه نيت الغابه الكداش. عندكم هنا دابا ديك الغابه كبيره شي غابه كبيره هنا. شتي غابه كبيره شاده من تقريبا من 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 سميتو تال الترميلات. واخا تعطينا النمره ديالك؟ حافظاها؟ لا عطيت النمره. 06 ها هي 06 56 15 37 71 يعني هذه. شوف الاخوان الله يجازيكم بخير كلشي يدير لنا نمره التليفون في لي كومونتير. عاود لها اخي عاود لها الله يحفظك. واش عطيت مين؟ 06 06 56 56 15 37 31 71. واخا شنو تقولي لخوتك المغاربه دابا؟ كنطلبوا يجيبوا لينا يديروا الحيحه يحيدوا علينا هذا الوحش نمشيو نقابلوا البهايم ديالنا كما كنديروا. دابا راه كلشي ضيع بالجوع وحنا خايفين وعندي الدري راه مريضه راه غاب هذا البهايم كنعوضوا. لا اله الا الله. راه عيان محي الطيحان محي الطيحان. كيفاش؟ محي الطيحان ولدي. الله اكبر. كندير واحد الجلبه كنديرها ب 100000 ريال العام. 100000 ريال؟ 100000 ريال. مين غادي نجيبها دابا؟ وحده ب 40000 ريال وحده ب 60. وعاد مشاو لكم هاد البهيمات هادو؟ مشاو هاد البهيمات هادو دابا نشوف ثاني عيا راه غنسمح واش غندير؟ لا اله الا الله. الا ما قتلوش هاد الوحش هذا راه غنسمح انا بهاد البهيمة عندي ما ندير بهم. واش انا غنمشي؟ ولكن راه هما باش عايشين دابا انتوما؟ حنا باش عايشين حنايا ما عندنا لا خدمه لا والو. واش غتجيب هاد 120 في العام الدري دير ليها؟ شكرا. يلا منين غتجيبها؟ مشي طلب عليها ما كاينش غيعوضك فيها. على ما ربي اللهم بهايم. والله يدير اللي فيها الخير. الله يدير اللي فيها الخير. واخا الحاج انت من الساكنه ديال المنطقه. السلام عليكم بعدا. واخا شنو واقع في هذه المنطقه هذه؟ ممكن تحكي لنا شنو واقع هذه اليامات؟ ايوا هذه اليامات هذا الشيء هذا اشعاع من هاك من بوخيو حتى بيننا وبين اقرموس بيننا وبين اي حاتم قريب المكلاس هو رجع هنا. هاد السيد هذا اللي كلالو هاد البهيمات اش كيجيك؟ هذا ولد خالتي باه ولد خالتي. وبقى فيك مسكين؟ بقى فيا. مسكين بقى فيا. يعني اشنو تقول الناس السلطه اللي كيشاهدوك دابا؟ وتنطلب منهم الناس مسؤولين يغوتوا في البلاد نتجمعوا نشوفوا هاد الحيوان اشنو هو؟ هاد الوحش هذا نشوفوه. واش سباع ولا ضباع ولا؟ إلا كان ضباع يقتلوه ولا كان ولا يديوه المحمية ولا؟ أي يعني مضرين دابا الناس ديال المنطقة. مضرين. والله يكثر علينا الخير ديال الناس يعاونونا. آمين آمين. الله يدير اللي فيها الخير. فالإخوان يعني كما كتشاهدوا حنا فين في النواحي والماس كما كتلاحظوا على المباشر المتابعين الكرام. مسكين هما البهيمات اللي بقاو له مصطفى. مصطفى رساله اخيره لخوتك المغاربه دابا
على علاش على الوحش ولا لا على النمره التليفون ديال اللي عطيتيهم ديال الزوجه ديالك شنو تقول لهم؟ نقول لهم اخويا الا كان شي معاونه يعاونوني في هذا اللي سميتو شي الا كان شي واحد يتسامع شي محل وشي ما عندي لا بلاد لا والو الكسيبه ولا في الكسيبه راني ضايع يعني ضعتي انت مشيت اخويا انا بزاف هاد الدين من جهه والسبع من جهه وخليفه على الله وصافي ونطلب المول الاخوان الا كان شي واحد يسمع شي محل جديد ولا يعني شي بهيمات ولا شي سميتو انت دابا ما عندك لا محل لا والو عندي لا محل لا والو ساكن غير في الغابه الغابه ما كي غير الميكا الميكا جا الصور بنادم يسكن في الميكا في الحراره في الحراره وساكن حتى في الميكا وفي الثلج عاوتاني والشتا مازال التجرة زوينة الميكا هما في الميكا خايبه في الحراره اللي خايبه الميكا هما في التجرة زوينة الميكا راه كتسخن واخا قلتي لنا الزوجه ديالك قالت لك نبيعوا كاع هاد البهيمه هادو نمشيو للغابه قال لك نمشيو من الغابه نمشيو لكادير نخدموا واش غنخدموا في كادير انت ما انت ولفتي الغابه صافي ولفت هاد الحرفه هادي ما نديش هاد الحرفه ما نديش ما نرتاحش في شي حرفه بحال هذا الا هادي باش كنرتاح صافي كنصور داك الشيء اللي قسم الله يعني راعي الغنم الغنم والبقر والماعز وهاد الشيء فاش عايشين وهاد الوحش هذا دايرنا برصتنا دابا خلينا خوينا من تمايا حنا جينا حدا الجيران شويه الامان وهاد الشيء اللي كاين هو هذا السلام عليكم شكرا شكرا سي مصطفى الله يحفظك تبارك الله عليك كما كتشاهدوا المتابعين الكرام على المباشر يعني مسكين شوف مسكين فين عايش دابا شوف الاخوان شوف ها هو فين عايش دابا في هذيك البراكه راه هي ها انتم يعني كيطلع مسكين هو والزوجه ديالو وليداته لهذيك البلاصه باش ينعس تمايا وكيخلي بهيم ديالو هنا في هذه البلاصه هذه شوف الاخوان ها يعني ها هو مسكين مصطفى هذا السيد من العائله ديالو الزوجه ديالو كذلك راه هي لا اله الا الله كنتمنى من الاخوان والاخوات كلشي بارطاجي هذا البث المباشر يتعاونوا مع هذا السيد هذا راه ضايع مسكين في بهيماته يعني راه ما بقى فين ينعس ما بقى فين يجلس شكرا لكم الاخوان على المتابعه والى اللقاء الى بث اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا اله الا الله شوفوا السياره ديالنا الاخوان فين طلعت شوفوا المعاناه ديال الناس مساكن ديال المغرب العميق فكنتمنى هذا الوحش هذا يبان يعني حتى حنا بدورنا باش نعرفوا واش شنو هو واش ضباع ولا سبع ولكن مصطفى راه قال لك اسيدي راه هذا الوحش هذا راه كبير الوحش راه كبير راه ماشي يعني ضباع ولا راه هذا الوحش هذا راه كبير الاخوان فالاخوان غادي يمشيو باش غنمشيو كونيكسيون واخ اذا اخوان الى اللقاء الى بث اخر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا لكم على المتابعه شكرا لكم على التعليقات ديالكم شكرا على اللايك ديالكم احبكم في الله كان معكم عواد محمد مراسل جريده عبير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى